زيادة عدد وبالأمس كان هناك الشهداء. تحذيرات من قوات جيش الاحتلال لمستشفى القدس بالإخلاء أو أوامر بالإخلاء وإلا التهديد بالضرب، هل تكرر الموضوع في مستشفيات أخرى وإزاي الوضع دلوقتي في المستشفيات وفي القطاع الطبي؟ يعني هذه الرسائل على مدار أسبوع وهي ترسل إلى المستشفيات، 24 مستشفى تلقى رسائل من أجل إخلاء المستشفيات. 24 مستشفى تلقت أوامر بالإخلاء وإلا تهديد وإلا تضرب أو تتعرض للقصف. وأنتم تعلمون أن جيش الاحتلال ينفذ تهديداته، وهذا ما فعله في مستشفى المعمداني الذي قصف وأحدث مجزرة كبيرة في قطاع في المستشفى، 500 شهيد ويزيد عن ذلك كذلك الأمر، مئات الجرحى. وبالأمس أول أمس قاموا بقصف كنيسة أيضا في قطاع غزة، لا زال هناك منهم تحت الأنقاض ويتم من خلال الدفاع المدني إخراج من هم تحت الأنقاض.